مرحبا، يعطيكم العافية والسلام للجميع. اليوم بدي أحكي لكم قصة سمعتها، قد تكون قصة فيها رفع لبعض المعنويات، فيها حمد لله سبحانه وتعالى، فيها تفكير وإجلال. طبعا القصة بتبدأ إنه أعلنت أحد دور السينما إنه في فيلم مدته 8 دقائق وفاز بعدة جوائز عالمية ويعتبر من أحسن الأفلام القصيرة في العالم، وسيتم عرض هذا الفيديو مجانا أو هذا الفيلم مجانا في دار السينما في اليوم الفلاني. تجمع عدد كبير من الناس وامتلأت القاعة ودخلوا على السينما عشان يبدأوا. بدأ الفيلم، طبعا بدأت أول جزء من هذا الفيلم صورة للسقف الفارغ بدون أي ديكور، بدون أي تفاصيل، مجرد سقف أبيض. مضت أكثر من 3 دقائق بدون ما تتحرك الكاميرا نهائيا، لم تنتقل إلى مشهد آخر. 3 دقائق مسلطة على السطح. بعد 3 دقائق بدون ما تتغير هذه الناس بدأت شوية تشعر بالملل. صبرت شوية الناس، مرت 6 دقائق على نفس المشهد، سطح الغرفة بدون أي تغيير، سطح أبيض. طبعا بدأت الناس بالتذمر وصاروا يصرخوا وصاروا يحكوا وين القاعة، وين رئيس القاعة، وين رئيس السينما، وشو هالفيلم هذا. المهم بدأ الناس بدها تطلع، ها إلا تغيرت شوية الكاميرا. طبعا لما تغيرت الكاميرا الناس قعدت. فجأة اجت الكاميرا شوي شوي بدأت تتحرك، وبدأت شوية التفاصيل تبين في الغرفة. نزلت شوي الكاميرا تحت الأرض وظهر طفل ملتقي على سرير، يبدو أنه معاق كليا بسبب انقطاع في الحبل الشوكي في جسده. طفل معاق نهائيا ملقى على السرير وبنظر إلى السقف. طبعا شوي شوي تغيرت الكاميرا وراحت من جنب الطفل لجنبه، لوجدت انه كرسي متحرك موجود ما له ظهر، لانه هذا الطفل ما بقدر يلقي ظهره عليه. طبعا انتقلت الكاميرا مرة ثانية الى الموقع اللي سبب ملل وضجر عند كثير من الناس، للسقف الابيض الفارغ. بعديها ظهرت عبارة تحكي: عرضنا عليكم 8 دقائق فقط من النشاط اليومي لهذا الطفل، طفل لم يستطع الحركة بسبب انقطاع في الحبل الشوكي في جسده الصغير، فقط 8 دقائق من المنظر الذي يشاهده هذا الطفل المعاق في كل أيامه كل ساعاته، وأنتم تتذمرون ولم تصبروا للجلوس لدقائق ولم تتحملوا مشاهدة المنظر. انتهت القصة. لازم نعرف قيمة كل ثانية في حياتنا نقضيها بصحة وعافية، نحمد ربنا على كل نعمة، نعمة البصر، نعمة الحركة، نعمة السمع، نعمة العائلة، نعمة وجود أكل، نعمة وجود أهل، ونعمة وجود أصدقاء. لازم نشعر بذلك، لأنه إذا فقدناها رح نشعر فيها أكثر. فخلينا نحمد الله قبل ما نفقد هذه لا سمح الله النعم. الآن بنعاني إحنا من حجر في المنزل وحظر تجول، وإن شاء الله هو لفترة محدودة يعني ما حيطول، ونعرف إنه كتير ملايين من الناس عاشوا حياتهم كلها بحجر وخطر، عاشوا حياتهم مش قادرين يطلعوا يتجولوا من الحروب والدمار، عاشوا حياتهم من الخوف، جالسين في بيوتهم. الحمد لله على كل النعم اللي أنعمها الله علينا، وللأسف كثير منها لم ندركها ولم نعلمها. أحد نعم الكورونا علينا أن نفكر بكثير مما أعطانا الله سبحانه، نشكر على نعمته،
على نعمة الحرية، على نعمة القدرة على الخروج من المنزل بأي وقت، لرؤية الحياة، رؤية الناس، الجلوس لشرب قهوة مع الصديق، السفر إلى أي مكان تريده، تنفس الهواء، ممارسة النشاطات المختلفة بأنواعها. خلينا نتذكر إنه بالشكر تدوم النعم. الحمد لله على كل النعم، الحمد لله على كل النعم، الحمد لله على كل النعم. لا تشكي من الأيام فليس لها بديل، ولا تبكي على الدنيا ما دام آخرها الرحيل، واجعل ثقتك بالله ليس لها مثيل، وتوكل على الحي القيوم حق التوكل، فإنه على كل شيء وكيل. وأكثر وأكثر من الاستغفار، فإنه للهموم يزيل. ولا تنسى، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا تنسى، فإنها إذا حل البلاء بها كفيل.